Hello guys, welcome back to another video. Today we will dive into amazing projects. It's called Block Dog. I think guys, this is the best time to buy this coin. All is a community help with each other to grow this project. So guys, don't forget like and subscribe. And don't forget that, as I told you always, I'm not a professional advisor. I'm just sharing with you my experience. So be careful before you invest on any platform I shared with you in this channel. I don't want to waste your time. let's dive into the desktop so I can explain everything Anyways guys this is Black Dog هذه هي الوجه ديال الموقع كما كتشوفوا هنايا Welcome to your new dashboard experience فهذه هي Black Dog الدراري بري سيل راه فيه اكثر من 36 مليون raised so far الدراري تقدروا انكم جويني Black Dog Crypto بري سيل uh, to engage you with projects and see contribution grow to new heights تقدر انك دير جوين بري سيل بحال هكا ادخل ما قبل قبل ما ندخلوا للداشبورد ديالهم و العيبات راه داير لنا هنايا هاو تو باي كيوريكم كيفاش كتكون اكثر والي ديال كل العيبات وصافي وكتشري المهم انا نوريكم هادشي من بعد قبل غادي ندخلوا هنا نشوفوا بلاك دا كريبتو ماينين فور اول اكسبيرينس و العيبات تقدر دير غير سواب مي هكا فهمتيني باش كتقدر انا كتشوف لابليكاسيون بحال هكا تقدر دير هكا مثلا دير ماين تقدر انك دير ستارت ماينين بحال هكا كتختار مثلا هذه كدير ستار و وكتبدا دير دونك هادشي اللي كاين في التليفون الدراري هذه هي الهوم ديالهم اللي كاينه كتسوابي كدير سواب مي دير فولي شارج وتبدا تخدم دونك هذه هي اللعبه الاولى الديفلوبمنت ريل ديجا من حاجه دايرين ديف ريليز 40 و و 38 من من واحد دي. من واحد وكل وحده تقرا فيها شنو ديجا كاين واحد جوج ديال الفيديوهات ديال اليوتيوبرز كبار اللي ديجا هضرين على على هذا البروجي هذا دونك ديجا داير ليه واحد ريفيو كما كتشوفوا الدراري دونك ديجا بنادم هضر عليهم بزاف واش از بلوك دوغ سبيد ميت سيكيورتي باورد باي اوبن اي اي ازوس جوجل باين مارتشن يو اس دي تي ايثيريوم مايكروسوفت تيليجرام ايميل فيزا شحال من حاجه كور اتريبيوت اللي هي هذه وهادو هما اللعيبات الاخرين اللي, اللي كاينين هنا بالنسبه للرود ماب كاين اللانش الفاز الاولى الثانيه والثالثه الاولى اللي, اللي, اللي كانت فيها ديفلوبمنت بي تو بي و كي اوبتيميزيو الورك فلوز و دار واحد ريسيرش و ديزاين و التخربيق الاخر الفاز الثاني فيها ديفلوبمنت فيز فيها الانتجريشن اوف بروف اوف ورك الداتا ديالهم كرياو واحد البورد سكرين و

كامله بالنسبه للتوكنوميك ديالهم ديجا كاينه 50 بليون ان بري سيل 60% كوميونيتي الوكيشن 33% بري سيل الوكيشن 1% عطاو للتيم دونك التيم ما عطينوش بزاف وهذه حاجه مزيانه وهو هذا البلان ديالي كما قلت لكم بالنسبه باش تشري داكشي كدير غير كونيكت واليت ميتا ماسك لا فونطوم ولا شنو ما بغيتي أه انا اوريدي عندي هذه دونك غادي ندخل بفونطوم مثلا او يدخل فونطون مع الدراري ندير كونيكتي اه نتوما هو دخل فونطون تقدر انك تشري نيشان بفونطون بحال هكا تختار الامونت مثلا 50 اسمحوا آه، لي زدت تم انا واش 50 بي اس دي تقدر تعطيك بلاك داغ وورد 5.26 هكا 500 دولار حتى تاك 52000 بلاك داغ بالنسبه باش كتشريو عندك ثلاثه اللعيبات كاينه بلاك داغ الاولى بلاك داغ الثانيه والثالثه الاكس 100 وكل وحده دريش هكا تعطيك اوريدي اكثر من 36 مليون دولار اللي دارت توتال كوين سولد هو هذا دونك uh, بلان الدراري وهادو هما المينرز اللي كتكت لكم كاين هاد الاولاني هاد الروتور العادي اكس 10 كيعطيك اكس 10 الثاني كيعطيك اكس 30 الثالث كيعطيك اكس 100 فهما هادو الدراري اه uh, الا خديتي كل واحد غيوريك شحال كيعطيك مثلا خديتي واحد هنا واحد هنا واحد هنا شحال تجيك كدير باي مينرز او صافي كتقدر انك تكون شريتي فهو هذا الدراري بالنسبه للترانزاكشن تا هما كيبانو ليكم هنايا كاع لي ترونزاكشن شوفو بنادم الدراري شحال كيصولديو اللعيبات بروفيل ديالكم كتلقاو هنايا هادي واحد ريفيرال كود تقدر انك تشتريه مع بنادم باش تربح فلوس فهادشي اللي كاين الدراري فهاد البلانات هادو كاملين بالنسبة لحاجة اخرى كاينة واحد الجيف اويز فهمتيني تقدر انك تدخل هنايا بعدا قبل من الجيف اوين نهضروا على الكالكولاتور هو هذا الكالكولاتور عندنا مينين بروفيت كالكولاتور وكوين امونت كالكولاتور الاولاني يعني كتحسب فيه مثلا الا درتي بالتليفون اولا درتي بهذاك الروتور اولا درتي اكس 30 اولا درتي اكس 100 كل وحده واش هاك تعطيك ديال الرباح فهمتي كتحسب غير هنايا وكتجي كتحسب اولا تقدر تحسب كوين امونت كالكولاتور تقدر تحسب بيتا هو هنايا عادي دي ديال بصح بالنسبه للدراري الويكي تقدروا تجيو لهنايا وتقراو كاع رود ماب فهمتي ا بلوك داك رود ماب ديالهم بلوك داك باك جراوند المهم كاع ديتيلز ديال ديتيلز ديال ديتيلز ديال ديتيلز غادي تلقاوهم هنايا ف غتلقاو ويكي كامله الدراري فيها شي بين المهم اي حاجه الدراري غادي تلقاوها تما فهادشي اللي كاين الدراري باقا واحد اللعيبه اخرى واللي هي الجيف اواي الجيف اواي هي هذا الدراري ديجا دايرين واحد الجيف اواي فهمتي وينر ويل بي انونسد اون تيليجرام تويتر في 15 في شهر 6 هو هذا الدراري كاين اكثر من 2 مليون جيف اويز يعني بلان الدراري 2 مليون دولار ديال الجيف اويز الدراري غادي تكون الجيف اوي هنايا تقدر انك دير غير لوغين وتشارك في الجيف اوي مثلا الايميل فول نيم ديالك بحال هكا ايميل ديالك كدير كونتينيو صافي كتكونفيرمي هاد اللعيبه هادي وكل حاجه كتجوينيها صافي كتقدر انا كتكون دزتي في الجيف اوي بالنسبه للكومينوتي ديالهم ديجا عندهم واحد الكومينوتي اللي كبيرة. كبيره 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 كبيره, كبيرة بزاف عندهم الكومينوتي في تويتر اللي هي هادي آه ف ألف واحد وكيلوحوا لنا فيها اي ابديت فهي هادي تويتر ديالهم الصو تيليجرام حتى هو ديجا هو هذا فيه اكثر من آه فيه اكثر من آه 40000 واحد حتى هادي بلان الدراري ديال بصح تقدروا انكم تجيو او تشوفوا اي حاجه بغيتوها من هنايا وعندهم حتى ديسكورد وتويتر كاع لي غادي نخلي لكم ديسكريبسيون تحت هذا ما كان الدراري كنظن اني لكم كلشي في هذا الفيديو كان معكم بان زاد تلاقوا فيديو جديد الدراري ان شاء الله